مدمرة أمريكية جديدة تدخل البحر المتوسط في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. المدمرة USS كارني تعمل بنظام أسلحة قتالية متكاملة، بينها صواريخ توماهوك الموجهة. بالإضافة إلى ذلك، لدى كارني قدرات دفاعية للتصدي للتهديدات الجوية والبحرية وما تحت البحرية، وحتى للتصدي للهجمات الإلكترونية. وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة إكس أن إرسال المدمرة يأتي في إطار المساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية. لتلتحق USS كارني بذلك بحاملة الطائرات الهجومية USS جيرالد آر فورد التي وصلت قبل أيام إلى مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل. وفق وزارة الدفاع الأمريكية، تأتي حاملة الطائرات جيرالد آر فورد لضمان توفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك. وجود عسكري أمريكي استثنائي تضج به مياه البحر المتوسط في إطار عملية ردع مبطنة ضد احتمالية توسع جبهات القتال ضد في المنطقة في مناطق أخرى في هذه المنطقة.